ولا يغير كثير شيء، هو انه ابقى يعني الاغنيه طويله بزاف، ولكن يعمل اغنيه ديال 5 دقائق، معدل 5 دقائق، شويه اكثر شويه اقل، شيء اللي ما كناش مسانشين به في ذاك الوقت. كانت الاغنيه كطول عاده اكثر من هادشي، لا في الشرق ولا حنا عندنا هنايا الى قلت الاندلسيه ولا كذا طبعا، ولكن هذا واحد الاسلوب اخر، يعني هذا ما كاين ماشي ضد الاخر او يتناقض معه، يعني كل واحد بالاسلوب ديالو وبالنمط ديالو. فعمل هكذا وتم دخل على الاغنيه المغربيه والعربيه بصفه عامه الالات الموسيقى، واحد الالات الموسيقى اللي هي عصريه اللي ما كانتش كتعمل في ذاك الوقت. فجميع الالات اللي كتعمل الان في الاجواق الغربيه او هذا بدا كيدخلها شيئا فشيئا. فهذا كذلك وبدا كيدخل يعني مجموعه كتغني ماشي فرد بوحده، يمكن يكون فرد كما يمكن تكون مجموعه. حتى هذه اشياء اللي غيرت. وتما الكلمات، الكلمات كذلك، فهذا جعل الاسلوب ديالو يكون اسلوب جديد، وهذا هو التجديد اللي دخل. وطبعا شيئا فشيئا حتى تقبل، خصوصا لما تقبل في واحد العدد ديال العواصم او ديال الدول اللي هي متقدمه في الميدان ديال الموسيقى، اللي ولا هما بنفسهم واخا نقولوا فرنسا او في انجلترا، واحد الوقت بدا كيعتبروا كانه هادو البيتلز. ديالنا كان حيلة كنلعبوا، لانه ما عندناش مشكل ديال شكون انت شكون انا، لانه لما كتخدم مع موسيقي اخر كيولي شكون هو شكون انت، عنده 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 الاشياء ديالو، عنده الطبيعه ديالو، واش تولي صديق ديالو، واش تامرو، واش تخاصم عليه لما هذا. لا، حنا كنا خوت بيناتنا. لما درنا القرص الرابع مع فيليبس بغى ينصرونا احنا في باريس، وقال لنا داك الاخر اللي سنينا معاهم قال لك علاش ما تغنيوش بالفرنسيه؟ قلت له الفرنسيه هي اللي ما نغنيش بها، قلت له نقدروا نغنيو بها ونغنيو تاع بالانجليزيه، ولكن احنا الرساله ديالنا انتم عندكم اللي يغني لكم فرنسويه، وعندكم اللي يغني لكم الانجليزيه وبالاسباني والالماني، ولكن ما عندكمش اللي يغني لكم بالعربيه، وحنا في حاجه الى اغنيه عربيه ذات الطابع العالمي. جليلة لم تنضم للإخوة ميغري لأنها الأخت فحسب، بل لإيمانهم بقدراتها وإمكانياتها في الفن وانفتاحهم ووعيهم بأهمية الصوت النسوي. جليلة صوت ملائكي صدح بالرقة والجمال رفقة الإخوة الثلاث، كانت لهم بتعبيراتها الصوتية المصاحبة كما قال الباحث أحمد عيدون أفضل سند، كانت بحق وفية للعهد. رفضت ثم رفضت ورفضت كل الإغراءات والفرص، ومع ذلك سطع نجمها ونالت كل المجد. الصوت النسوي المغربي داخل المجموعة وأساسا مجموعة الإخوان ميغري، أعتقد أنه الموقف السليم آنذاك. الآن مفروض أن المجموعات التي ما زالت قائمة خصها تفكر في إدخال الصوت النسوي، وإلا غنكونوا حنايا متخلفين شيئا ما عمن سبقونا. أنا الآن ما كنتصورش تقد يبقوا بدون صوت نسوي، ما كنتصورش كذلك جيلا اللي كانوا غيستمروا يبقوا بدون صوت نسوي ومجموعات أخرى. بينك ألف دنيا
العاد كانوا الاخوان المغري. القصه وقعت حتى مع سميره بن سعيد صديقه ديالي، جات لهنا لعندي للدار وقالت لي اعطيني اغنيه، قالت لي بعد ما غنات قالت لي بعد يومين انت ديال باري حمدي. انا قلت لها شوف سميره، انت صديقه ديال يونس وصديقتي انا وصديقه ديال جليله، حنا ما يمكن ليناش نعطيوك القوه ديالنا نعطوها لك، انت كنعطوها لاختنا جليله، اذا حنا كنا مسؤولين عليها. وهي ثاني هي ثاني برد بالجميل كانت كترفض، رفضت لصالح الشرقي الله يرحمه، قال لها نعطيك اغنيه، رفضت له. عبد السلام عامر رجع عندها غير للدار الفيلا ديالها وقال لها نعطيك اغنيه، هذا عبد السلام عامر الله يرحمه. قال قالت له لا ما نغنيلكش، قال لها علاش؟ قال لها انت صوت جميل، قالت له انا عارف عندي صوتي جميل، عندي صوت فيروزي. وقال لها الحسن الثاني الله يرحمه، كان الحسن الثاني كان ينوه باب الصوت ديال جليله ميغري، كان هو من اجمل الاصوات العربيه. الحسن الثاني كان كيقول لي يا فيروز المغرب، قلت له لا. اذا رفضت الموجي، قال لها نعطيك لحن، قالت له لا انا يا رهينه لاخواتي وعندنا عهد بيناتنا، ما حتى واحد ما كيخدع الاخر. ففي الاسلوب ديالهم، لانه دخلوا واحد الاسلوب جديد على الموسيقى المغربيه والعربيه، فلدرجه انه كتسمى يعني الموسيقى العربيه العالميه. نعم. هذا اسلوب خاص من الابتكار ديالو وديال الاخوان ديالو ومن الابداع ديالهم، وشيئا فجأة ولا عليه مقبول في العالم العربي بصفة عامة، وطبعا حتى في العالم الإسلامي، يعني مش حتى الأفغانستان واحد العدد وباكستان وغيرهم، وفي أوروبا طبعا البحر الأبيض المتوسط، وحنا طالعين لفرنسا وانجلترا إلى آخره. فكان كيتجول في الأول الجزائر وتونس، يعني المغرب العربي وليبيا ومصر وسوريا ولبنان والعراق، فحتى هما بالنسبة لهم كان شيء جديد. ولكن شيئا فشيئا بدأوا كيتقبلوه. المشرق العربي تفاعل مع أغنية الإخوة المغري أكثر من تفاعلنا مع نحن كمغرب. علاش؟ فاعتقادي السبب الرئيسي وهو أن أغنية عاطفية، الجانب الاجتماعي فيها قليل. المغاربة ديال السبعينات والثمانينات البعد الاجتماعي كان ضغط عليهم، لذلك غيتفاعلوا مع الغيون، هما كيقولوا سقينا روينا عايشين عيشة الدبانة في البطانة، غيتفاعلوا مع المشاهب هما كيقولوا حنا يشفي العدا وجوعنا يكثر، وغيبقاو يرددوها الى يومنا هذا، وما غيرددوش بنفس الحجم اللي طويل ما عنده نهايه، لان الجانب العاطفي هو الحاضر فيه اكثر. في حين ان بحال اللي قلت في البدايه، المغاربه بالضروره خصهم شي حاجه كتزوج ما بين ما هو اجتماعي وما هو عاطفي. دموع فيض
فالإخوة الميغري ما نقولش إن تجربتهم ذهبت ضحية قلة البعد الاجتماعي المثير، بل أقول إنها ظاهرة مستقلة متكاملة كيفاش بغواها هما تكون أغنية عاطفية وجدانية بأدوات جديدة أدت مهمتها. ولكن الآن لو كان إعادة الاشتغال عليها كنا على يقين أنها ستشكل الحدث.